وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Resmi dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعالى
فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة
فسجدوا إلا إبليس أبى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وملك لا يبلى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على